أهلا بحضراتكم من جديد إلى تركيا التي لا تزال تعاني من سياسات توصف بالتعسفية أو المتهورة التي انعكست سلبا على أداءات الاقتصاد ما انعكس على المواطن التركي بحسب مراقبين نتيجة انهيار الاقتصاد وتصدع عديد أركانه حيث تراجع سعر العملة التركية والتي تشير كذلك إلى أن إجمالي الديون الخارجية لتركيا جاوزت 446 مليار دولار حتى نهاية شهر يونيو الماضي وذلك بحسب بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية حول إحصاءات إجمالي وصافي الدين الخارجي وكذلك الديون الخارجية التي تضمنها الخزانة. صافي رصيد ديون القطاع العام والدين الحكومي المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر يونيو الماضي لتسهم بذلك سياسات الرئيس التركي في ارتفاع مستوى الدين الخارجي والذي أصبح يعادل نحو 62% تقريبا من الدخل القومي في تركيا. سنحاول تسليط ضوء على ما يجري في تركيا من واقعها الاقتصادي الذي يعاني قدرا واسعا من التصدع والانهيار بحسب مراقبين وخبراء اقتصاد مع ضيفنا الدكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اهلا بحضرتك سؤال. ما هي المعايير التي بشكل مبدئي يمكن ان تحكم على اداءات اقتصاد انها لا تبدو مبشره؟ يعني الاقتصاد فيه معايير كتيرة جدا جدا جدا، صعب ان احنا نلخص اقتصاد دولة بمؤشر وحيد او برقم وحيد، خصوصا ان التوقعات في اوقات كتيرة للاداء الاقتصادي يمكن اهم من ارقام الاداء السابق او الفعلي اللي موجود. بشكل ابسط للسادة المشاهدين، ان دايما بنسمع كتير قوي فكرة التصنيف الائتماني للدول، دي بتعكس توقعات اداء الاقتصاد في المستقبل والاستقرار السياسي والاقتصادي اللي موجود فيه. ربما في بعض الأوقات وإحنا بنتكلم على حالة مثل الحالة التركية، إحنا بنتكلم على أزمة شديدة موجودة بقالها أكتر من سنة، التوقعات فيها بتلعب الدور الأكبر، حتى بعض التحسن لما بيحصل بيبقى تحسن هش وبيبقى قد ينذر بمشاكل كبيرة جدا. لما خلينا نقول مجموعة من المؤشرات اللي بنقدر نعتمد عليها، أشهرها هو الجي دي بي أو معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، اللي هو ببساطة بيلخص أنتجنا قد إيه السنة دي، زدنا قد إيه كام في المية. بنجد أن الاقتصاد التركي بيعاني من تراجع، تصريحات حتى الرسمية لوزير المالية اللي هو صهر الرئيس أردوغان بيتكلم على 0% يعني أو جمل الرقم وقال 8% دي التصريحات الرسمية المتفائلة جدا. الخبراء بنتكلم على تراجع ل 1.5% في الناتج. البيانات المحققة دي التوقعات، البيانات المحققة بقى ان احنا لثالث ربع سنوي معدل النمو في تركيا بالسالب. معدل النمو بالسالب يعني الانتاج اقل، يعني فرص عمل اقل، يعني دخل اقل. نقرن ده بال 13,000 شركة اللي اعلنت افلاسها من 2018 لغاية دلوقتي، نقرن ده بما حدث للليرة التركية والانهيار اللي حصل في العملة، نقرن ده بتراجع الاستثمارات الأجنبية التركية الفترة الأخيرة، بس بنتكلم على أكتر من 5 مليار دولار. هذه المؤشرات كلها لما نقول ان تزايد في نسبة الدين، استثمارات أجنبية، ودي كانت مهمة جدا جدا لتركيا. تركيا كانت تعتمد في الأساس في الاقتصاد بتاعها قامت بالدرجة الأولى على جذب الاستثمارات الأجنبية، ده حصل فيه تراجع شديد. القطاعات اللي كانت مصدر للنقد الأجنبي في تركيا زي السياحة فيها تراجع شديد جدا جدا جدا، مش بس عشان الخلافات التركية العربية مع أسواق السياحة العربية بالذات الخليجية منها، إنما كمان بسبب مهم جدا وهو عدم الاستقرار السياسي الموجود في تركيا، الاستقرار الهش جدا جدا، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الشلالية والفساد. وتوقف توماس كوك أيضا بيقال أنه واحد من بين الأسباب التي ستنعكس على التقديرات. التقديرات بتقول أن تقريبا هيبقى عندنا خسائر حوالي 500 مليار دولار في تركيا. إنما في الحقيقة كمان وجود سياسات اقتصادية عشوائية
بتحكمها الشلالية والمصلحة. ما بنشوف تدخل الرئيس التركي بعزل طيب محافظ يعني البنك المركزي قبل الخلاف اللي حصل بين أردوغان ومحافظ البنك المركزي على خلفية المفاوضات حول تقليل أسعار الفايدة. حضرتك أشرت الاستثمار أجنبي كسبب أساسي مما كان يعتمد عليه أو محور أساسي مما كان يعتمد عليه الاقتصاد التركي. السياحة وكذلك الاستثمار في العقارات كان واحد من بين ما تعتمد عليه تركيا، وبالدرجة الأولى حتى المستثمرين في القطاع العقاري من العرب وتحديدا من الشريحة الخليجية. هذه المحاور هل هي محاور جادة لتبني اقتصاد معتبر، ولا هي أصلا تضع أي تفوق اقتصادي على المحك؟ هو في الحقيقة الاقتصاد التركي مع الأسف الشعب التركي هو شعب تربطنا بيه علاقات جيدة جدا جدا، ودايما كان في تنسيق ما بين مصر وتركيا، إنما اختطاف الدولة التركية من قبل حزب الإخوان المسلمين والأحلام للرئيس التركي بإعادة الخلافة الإسلامية ووجود تركيا كقوة عظمى في الشرق الأوسط هو أهم مشاكل تركيا في الحقيقة. هذه الأحلام الشخصية والأوهام الشخصية هي السبب الأساسي في تدمير الاقتصاد التركي. وإحنا لازم نبقى فاهمين هو إحنا ليه النهاردة بنتكلم على الاقتصاد التركي، هل ده له علاقة بالمواطن المصري؟ أيوة، لأن ما تسعى إليه تركيا من تدمير للدولة المصرية وتخريب في الدولة المصرية سببه سبب اقتصادي. لازم وإحنا بنتكلم على تركيا نعرف التنافس على ثروات البحر المتوسط بالذات في الغاز اللي موجودة. لازم نبقى في دماغنا كويس جدا أن الخلافة العثمانية التي كانت تقريبا قبل 30 يونيو تعود بمصر لولاية عثمانية جديدة من تخلف 400 سنة كمان وطموحات باستقطاب العمالة الماهرة والموارد البشرية المصرية اللي بنت الأستانة زمان، هذا الحلم تدمر. ومن هنا نفهم بقى نبتدي ناخد بالنا أن الاقتصاد التركي مر بمجموعة من المراحل. كان عندنا أزمة كبيرة جدا في 2001 أعقبها برنامج إصلاح اقتصادي لم يقم به الرئيس أردوغان، وإنما كان بشكل أساسي بيعتمد على مجموعة من الاقتصاديين المحترفين الأتراك اللي كانوا عملوا في صندوق النقد الدولي زي علي باباجان وغيره. إنما كمان عندنا المشكلة الكبيرة جدا إن هذا البرنامج لم يستكمل بالقدر الكافي، وما نجحتش تركيا أنها تقف على رجلها ببنية صناعية قوية وبقطاع صناعي قوي، إنما نجحت في القطاعات العقارات والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأثناء شهر العسل الأوروبي التركي في محاولة من أردوغان للحاق بالاتحاد الأوروبي ودخول الاتحاد الأوروبي. لما حصلت الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008 شهد الاقتصاد التركي زي كل الاقتصاديات بعض التراجعات، وابتدى نتكلم على ان من الصعب تحقيق الأحلام التركية باقتصاد قوي بدون التدخل العسكري والتدخل السياسي في الشؤون الخارجية للدول. فابتدينا نشوف تركيا تلعب دور مهم جدا ودور يعني مع الأسف بدور على كلمة لائقة، إنما هو دور قذر في العراق وسوريا. بنجد تصاعد ونهب لثروات العراق سواء من البترول أو بعد كده من الآثار. بنجد أن طيب تركيا يعني طول عمر حتى يكون الحديث منصب عن ملامح اقتصادية وأسباب أدت إلى صحيح. حالة التصدع التي نحن إزاها. عندما نتحدث عن دولة يصل معدل الديون الخارجية لها لقرابة 447 مليار دولار تقريبا، هذا الرقم قد يبدو مخيف أو مطمئن بحسب كفاءة الاقتصاد ولا بحسب معايير أخرى يمكن الارتكان إليها لتقييم وضع اقتصادي مرتبط بمعيار الدين الخارجي؟ يعني خلينا نقول الأول أن الرقم بتاع الدين التركي مزعج لمجموعة من الأسباب. أولها مش النسبة بتاعته، إنما أنه جزء كبير منه هو ديون قصيرة الأجل. أكتر من 25% من هذا الدين هو دين قصير الأجل مستحق على الحكومة التركية في خلال سنة، و
مؤشرات الاقتصاد التركي اللي بتقول أن تركيا تستطيع الوفاء بهذا الدين هي احتمالات ضعيفة. طبعا ده مش كلامنا، انما الدين من لحظه ابرامه او من لحظه الاتفاق عليه بيصنف كدين قصير الاجل او طويل الاجل، قصير ولا مرتبط بفتره السداد بالظبط؟ احنا فتره السداد قد ايه؟ فاحنا الدين لحظه الابرام بنقدر نصنفه لقصير الاجل وطويل الاجل، وعند تقييم الالتزامات الائتمانيه لدوله معينه بنبص في حدود الافق الزمني قصير الاجل اللي هو سنه، خلال السنه الجايه ما هو حجم الديون المستحقه من الرقم اللي حضرتك قلته. فاحنا بنتكلم على نسبه اكتر من الربع في الاقتصاد التركي مطلوب سددها في اقتصاد العملة بتاعته تتعرض لخطر جسيم جدا جدا جدا. بنتكلم على انشقاقات سياسية داخل الحزب الحاكم، بنتكلم في مشاكل كبيرة جدا 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 في الحكم، بنتكلم على مجموعة من قضايا الفساد الكبيرة جدا جدا جدا. وبالتالي لما نيجي نقول بقى قدرة هذه الدولة على الوفاء بالالتزامات بالدين اللي بالدولار مع تراجع إيرادات السياحة اللي بالعملة الأجنبية، تراجع الاستثمارات الأجنبية اللي بالعملة الأجنبية، تراجع الصادرات والنمو الاقتصادي، وكمان عدم استقرار التدخل. طيب انا هتوقف مع حضرتك عند هذه الجزئيه المرتبطه اصلا بتوقف الصادرات، ومن قبل ذلك توقف الانتاج اللي يفترض فيه ان يصدر، لان زعيم المعارضه التركيه تحدث عما اوصل اليه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان البلاد من تردد في الوضع على المستوى الاقتصادي. وتساءل زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار اوغلو لماذا تخلت تركيا عن الانتاج كما كان يتحدث الدكتور عمرو. كما يقول كمال كليجدار اوغلو بفعل فاعل، تركيا اصبحت تستورد القمح. يتساءل الرجل لماذا يتم استيراد الثروه الداجنيه والطيور؟ نتابع هذا في سياق هذا الفيديو الذي نعرضه لحضراتكم الان. تركيا üretimden kopar diyor. Buğday ithal ediyoruz niçin? Pamuk ithal ediyoruz niçin? Canlı hayvan ithal ediyoruz niçin? Mercimek ithal ediyoruz niçin? Nohut ithal ediyoruz niçin? Yok mu Türkiye'de? Toprak mı bitti? Çiftçi mi bitti? Traktör mü yok? Üretimden koparılan bir Türkiye var. O nedenle yeni siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Beraber, birlikte Türkiye bütün bu zorlukları aşabilir. Ve biz birlikte aşacağız. Size söz veriyorum. Destek verdiğiniz süre içinde az önce söylediğim politikaları sonuna kadar uygulayacağız. Örnek mi istiyorsunuz? Bolu Belediye Başkanımıza bakacaksınız. O nasıl Bolu'ya kendisini adadıysa bizler de kendimizi Türkiye'ye adayacağız. كمال كليجدار أوغلو، إذن زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي يتحدث في الآونة الأخيرة كثيرا حول الوضع في تركيا، سواء كان مرتبط بالسياسة الخارجية التركية، وكان له فيديو شهير يتحدث أيضا أمام جمع من أنصار حزبه حول العلاقة مع مصر، ويقول لماذا يتم تسميم العلاقة مع مصر فقط لمصالح ضيقة أيديولوجية مرتبطة بنظرة جماعة الإخوان، ويتحدث عن أن القواسم المشتركة بين مصر وتركيا وعلى مدار التاريخ كانت قواسم كبيرة، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إرضاء لشخص واحد أن تصل العلاقة مع مصر إلى هذا المستوى. يتحدث الآن أمام جمع من أنصاره عن واقع اقتصادي. أسأل الدكتور عمرو، دكتور عمرو، هو عندما يطرح هذه التساؤلات مرتبطة بالفعل بقراءة اقتصادية رشيدة لأن هناك أزمة حقيقية يعيشها الاقتصاد التركي، ولا هذا خطاب فيه بعد للترويج السياسي الخاص بحزب؟ تركيا الدولة الكبيرة جدا جدا تحولت إلى ما يشبه العصابة. لما نتكلم على تجارة بترول مع داعش، وإن تركيا تدعم مجموعة من الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق من أجل الاستيلاء على مجموعة من الموارد، نحن لا نتحدث عن دولة بمعنى الدولة التي تبحث عن الإنتاج. ولذلك الفشل السياسي والاقتصادي اللي بقى موجود في الاقتصاد التركي هو اللي بيدفع بالرئيس التركي لوجود حلول فاشلة من خلال التدخل من أجل بعض المكاسب. وبالتالي الاقتصاد اللي كنا بنتكلم على أنه في اتجاهه أنه هو يكون اقتصاد قوي من أقوى 20 دولة في العالم، وبنتكلم على قاعدة صناعية قوية، والبرنامج الإصلاحي إصلاح الاقتصادي التركي كان بيهدف بالأساس لتوطين مجموعة من الصناعات، لأن تركيا موجودة لما نبص الموقع الجغرافي لتركيا هو موجود
موقع هام جدا. تركيا شملها كل جمهوريات السوفيتية، هي فرصة جيدة جدا بعيدا عن سياسات الضريبية والمعدلات المرتفعة جدا والقوانين البيئية الصارمة الموجودة في الاتحاد الأوروبي، فكانت قبلة للاستثمار الأجنبي المباشر. مع الأسف الرئيس التركي حول الاقتصاد التركي من اقتصاد له رؤية واقتصاد مخطط إلى مجرد عصابة تختطف الاقتصاد التركي وتحاول تخريب اقتصاديات المنطقة من أجل زيادة مواردها الذاتية، وكأن الحل في دفع الديون المتراكمة على تركيا، وكأن الحل لزيادة موارد الاقتصاد التركي هو وجود مجموعة من العصابات الاستثمارية، خلينا نقول، أو ديول جماعة الإخوان، إنها تكون موجودة في أكتر من الدولة لتحويل مجموعة من الموارد لتركيا. احنا بنشوف المرتزق الأتراك في قطر بيحصلوا على مجموعة من الدعم القطري والفلوس. العوامل اللي ذكرتها حضرتك أيهما بني على الآخر؟ يعني هذه الأسباب هي التي قادت إلى نتيجة مرتبطة بانهيارات أو شفى لانهيار الاقتصاد التركي، ولا الأزمة الاقتصادية التركية هي التي حدث بالرئيس التركي لأن يسلك هذا السلوك اللي أشرت إليه؟ كعادة الفكر الإخوان المسلمين، المقدمات والكلام المعسول في البداية. في البداية صعود الرئيس أردوغان كان مرتبط بأن قبل ما يتولى الحكم كان فيه أزمة اقتصادية طاحنة، استعان بمجموعة من المتخصصين اللي أفكارهم مش من الإخوان المسلمين عشان خاطر يصلحوا الوضع. عندما تمكنوا من إدارة البلاد بشكل كبير جدا جدا، ابتدينا نتكلم على الأجندة الخفية لجماعة الإخوان، وابتدينا نتكلم على الفكرة بتاعة عودة الإمبراطورية العثمانية، وابتدينا نتكلم على المجد الشخصي، وابتدينا نتكلم على التدخل حتى في الشؤون الاقتصادية بشكل سافر جدا جدا وغير علمي. يعني لما يصل بنا الحال علنا لعزل محافظ البنك المركزي لأنه بيتكلم على سياسة نقدية رصينة، فما تتوقعش أن الاقتصاد التركي هيكون فيه إدارة اقتصادية رشيدة. وإحنا بنتكلم على أن وزير المالية، يعني أي اقتصاد بيحكمه ثلاث سياسات: السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية. لما نشوف ان السياسة النقدية التركية، الرئيس التركي غير المتخصص في الاقتصاد لو مش عاجباه القرارات بتاعت محافظ البنك المركزي اللي هو المفروض مستقل بيعزله، والسياسة المالية هي في ايد صهره، وزير المالية هو اللي بيحدد انفاق الدولة وإيراداتها، وبيتم ده بشكل في تمييز وانتقائية شديدة جدا. معارضين الأتراك داخل تركيا بنتكلم على مئات الألوف من حالات العزل والرفض، مش بس في صفوف الجيش إنما كمان للموظفين العموميين الأتراك. طيب فأنت بتتكلم على مالية دولة تدار بالهوى الشخصي السياسي، يعني حتى تبدو الصورة واضحة في أيهما له علاقة حتمية بالآخر. حالة الضغط الاقتصادي التي تعيشها تركيا هي التي أفضت لما يمكن وصفه بالهياج أو التخبط الاقتصادي، مرتبط بالتعيينات، مرتبط بالتعامل في تجارة غير مشروعة أو مع كيانات غير مشروعة، مرتبطة بمحاولة السطو على ثروات اقتصادية تخص الأغيار، ولا هذه السياسات الأخيرة هي التي أفضت في النهاية إلى أزمة اقتصادية؟ التناقض الواضح جدا اللي ممكن يقراه المشاهد العادي ما بين اتفاقيات والتنسيق العسكري القوي جدا ما بين إسرائيل وما بين تركيا، وخطة تركيا للاستفادة من ما سمي بثورات الربيع العربي في مصر وتونس. دائما في كل هذه الثورات كانت يظهر الإخوان ليتصدروا المشهد السياسي. كانت الخطة الأساسية ليس هدم هذه الدول فقط، إنما وجود جماعة الإخوان اللي موجودة في أكتر من دولة دول لتحويل موارد هذه الدولة إلى الدولة التركية، ووجود تدخل سافر جدا جدا في هذه الدول بيخدم المصالح الاقتصادية التركية. الصراع المصري التركي لازم نبقى فاهمين كويس جدا جدا إن تركيا خططت للاستيلاء هي وإسرائيل على غاز المتوسط، مش بس
اللي موجود في المياه اللبنانية أو الفلسطينية، إنما إحنا كنا بنتحدث إن من قبرص إلى المياه الإقليمية المصرية، تركيا وإسرائيل كانوا يخططون لتقاسم هذه الثروات. فما حدث في مصر وما حدث أيضا في تونس بسيناريو مختلف، والإمارات والسعودية، لازم نبقى فاهمين أن الجزء السياسي، لأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. هذا التصارع في المصالح التركية ورغبة تركيا أن تلعب دور أكبر من حجمها، لأن لازم نبقى فاهمين أن تركيا حتى 91 كانت هامة جدا كعضو في حلف الناتو، هي الأقرب للاتحاد السوفيتي، هي اللي فيها معظم القواعد الأمريكية وقواعد حلف الناتو، ولها أهمية عسكرية كبيرة جدا. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، هذه الأهمية العسكرية اللي كان في مقابلها بتحصل تركيا على دعم اقتصادي ومنح ومساعدات وحتى توجيه للاستثمارات الأجنبية اختفى. ولذلك رجب طيب أردوغان كان يحلم بسيناريو آخر من خلال الإرهاب الاستثماري، من خلال مجموعة من الجماعات المستأجرة واللي بتعمل لحساب المخابرات التركية بالوكالة عن دول أخرى منها إسرائيل. كان الهدف الأساسي منها هو ليس فقط تدمير الاقتصاديات العربية، إنما كمان الاستيلاء على ثروات هذه الدول. دكتور عمرو، كان هناك باب كما وصف من قبل أوروبيين، باب ابتزاز مرتبط بورقة اللاجئين التي استعملتها تركيا واستعملها حزب العدالة والتنمية، مرتبط بالحصول على بعض المساعدات النقدية أو فتح الباب أمام موجات لجوء جديدة تذهب لتلتهم أوروبا، هذه الفزاعة كما وصفت في أوقات كثيرة التي استعملها الرئيس التركي. زعيم المعارضة التركية من جديد كمال كليشدار أوغلو اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسرقة الأموال المخصصة للاجئين السوريين في تركيا، طارحا تساؤلا عن مستقبل 40 مليار دولار وفقا لتصريحات السلطة الحاكمة تم إنفاقهم على اللاجئين. buçuk milyon Suriyeli'ye iktidarın açıkladığı rakam 40 milyar dolar para harcandı. 40 milyar dolar. 40 milyar dolar para niçin harcandı? Kime ne kadar verildi? Hangi Suriyeli'ye kaç lira para verildi? Biz bunu bilmiyoruz. 40 milyar dolar rakamı doğru mudur, yanlış mıdır? Onu da bilmiyoruz. Soruyoruz, nereye harcadınız? Hangi kampa harcadınız? Kime harcadınız? Bunu da bilmiyoruz. 3 milyon 600 bin Suriyeli var. 40 milyar dolarla her bir Suriyeli'ye bir ev bulmak mümkündür. Bir ev yapmak mümkündür. Nereye gitti bu para? Onu bilmiyoruz. 2. Komşuda yangın varsa biz oraya suyla gitmeliyiz. Elimizde bir kova suyla gitmeliyiz. Ama komşudaki yangına elimizde benzin bidonuyla gittik. Ve daha da büyüdü yangın. Faturasını biz ödüyoruz. 3 milyon 600 bin Suriyeli kendi ülkemizde ağırlıyoruz. Bazen Suriyelilere kızıyoruz. Niçin geldi diyoruz. Ekmeğimizi işimizden aldı diyoruz. Hatta ama bir şeyi düşünmemiz lazım. Suriyelilere kızacağımıza, Suriyelileri buraya getirenlerin. كان كمال كليشدار أوغلو يطرح هذا التساؤل المرتبط بمستقبل 40 مليار دولار يفترض أنها كانت ستنفق على اللاجئين السوريين، ويقول أنه بحسب بعض التقديرات التركية الرسمية فهناك 3,600,000 لاجئ سوري كان يمكن بهذه المبالغ أن يوفر لهم منزل وأن يؤثث هذا المنزل وما إلى ذلك. وطرح عبارة في النهاية يقول أنه إذا اشتعلت النيران في منزل أحد الجيران فإننا يمكن أن نذهب بدلو من الماء لمحاولة إخماد الحريق، لكننا في تركيا بحسب ما يقول ذهبنا إليهم بالبنزين. دكتور عمرو، أخيرا، لماذا تسعى تركيا ربما لإشعال هذه الصراعات أو إزجاء بعض الصراعات في محيطها الإقليمي؟ كانت تعيش حياة يفترض فيها أن فيها قدرا من الهدوء، كانت تستهدف صفر مشاكل وغنمت كثيرا من وراء صفر مشاكل رخاء اقتصادي. ما الذي حول الوجهة التركية إلى مشكلات في كل المحيط تقريبا؟ يعني نتحدث عن المستوى الاقتصادي، واحنا بنتكلم هنا في الاقتصاد، احنا بنتكلم بشكل أساسي على
من المستفيد الأول مما حدث في سوريا؟ الإجابة ببساطة إسرائيل. من هو الحليف الرسمي اللي بيصنع معدات عسكرية مع إسرائيل في المنطقة؟ الإجابة هي تركيا. فببساطة خالص تركيا النهاردة احنا بنتكلم على خبر النهاردة ان البيت الأبيض بيقول لتركيا في تصريح رسمي انه داعش تم القضاء عليها، لن يحمي القوات التركية ولن ينسق معها الموجودة في سوريا. تركيا الموجودة في الأراضي السورية مش بس بالتنسيق مع إسرائيل، إنما كمان لأن حقوق الأكراد المضطهدين في تركيا بشكل أساسي من نظام أردوغان. أردوغان يذهب إلى هناك ليس فقط من أجل البترول وليس فقط من أجل حروب تجارية بالوكالة عن الآخرين. تركيا وجودها في هذه النزاعات الإقليمية تستفيد اقتصاديا، تجني المال الأربعين مليار اللي احنا بنقولهم، ومع الأسف هذا المال لا يذهب للدولة التركية، هذا المال موجه لمجموعة من العصابات الموجودة في الحكم في تركيا. ولن يستقيم الاقتصاد التركي، لازم نبقى عارفين كويس جدا جدا، الاقتصاد التركي في طريقه بالتأكيد إلى الانهيار. لا يمكن لاقتصاد أن يختطف من مجموعة من المرتزقة ويستمر. وبالتالي احنا بنتكلم أن كل المقدمات تشير إلى أن 2020 هو عام صعب جدا 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 على الاقتصاد التركي اقتصاديا، وأيضا سيكون عام سياسيا صعب جدا جدا على الدولة التركية. والنار اللي تحدث عنها زعيم المعارضة بالتأكيد أنها ستنتقل من عند الجيران مع الأسف للدولة التركية والشعب التركي. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان. ختام هذه الفقرة التي فيها سلطنا الضوء على واقع الاقتصاد التركي في ضوء الأرقام التي يشار إليها مؤخرا، نتابع هذا العرض الصحفي حول أبرز ما تناولته الصحف حول الاقتصاد التركي في آونته الأخيرة.